شاب وفتاه في مقتبل العمر، اتنين قرايب ولاد خاله عايزين يتجوزوا ومقبلين عن الجواز. وحكايه النهارده هي اجابه لسؤال كتير اتكرر كتير خالص، سواء على قناتنا على اليوتيوب وعلى صفحتنا على التيك توك، احنا عايزين نعمل تحليل قبل الجواز. فقصه النهارده بقى هي اجابه للسؤال وشرح حاله الاثنين اللي كانوا عندنا. هما اتنين مقبلين على الجواز وكانوا جايين هدفهم الاساسي ان هما يطمنوا هل عندهم مشاكل وراثيه عشان هما اقارب ولا لا، خصوصا ان هما كان عندهم في العيله اطفال عندهم ضمور عن مخ، كانوا الاثنين خايفين. حلقة النهاردة هنوضع حضراتكم احنا عملنا معهم ايه، وهنجاوب لحضراتكم السؤال المهم، احنا نعمل ايه لو عايز اتجوز واحدة قريبتي. انتظرونا. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم قصه وحكايه، وقصه النهارده قصه مشهوره قوي في الصعيد. في الصعيد احنا ارض جواز الاقارب لاسباب كلها تاريخيه وعرقيه، عشان نحافظ على نسل العيله وعشان نحافظ على الفلوس ونحافظ على الارض. ففي النهايه بيبقى في جواز اقارب، شيء نبينا هو موجود، بس نتيجه ان الاجيال الجديده اختلفت عن زمان، فدلوقتي الاجيال الجديده بتفكر طب انا هتجوز قريبتي بس انا خايف، وبسمع كتير ان جواز الاقارب ده بيعمل مشاكل، طب انا ممكن اطمن ازاي؟ احنا بنعمل ايه وعملنا ايه مع الشباب والفتاه دول اللي في مقتبل العمر؟ كانوا هما اتنين في اوائل العشرينات وخارجين كليات محترمه وعايزين يطمنوا، ناس متعلمه وعايزه تطمن. اول سؤال بنساله للاثنين اللي عايزين يتجوزوا بعض، هما اقارب، رقم واحد درجه القرابه ايه؟ لان احنا عندنا درجات من القرابه بتبدا من الدرجه الثالثه اللي ينفع يتجوزوا، لان الدرجه الاولى والثانيه دول اللي هما الاب والام والاخوات والاعمام والعمات، ودي ما ينفعش منهم الجواز. ولاد العم ولاد العمه ولاد الخال ولاد الخاله دول الدرجه الثالثه، دول اول درجه ينفع فيهم الجواز. مرورا بقى لحد الجد الرابع لحد الدرجه التاسعه من الاقارب. فاول حاجه بنسالها درجه القرابه، طب هي درجه القرابه تفرق في ايه؟ تفرق في كم الجينات المشتركه ما بينهم، هم شبه بعض قد ايه؟ لان ببساطه خالص كده لو ولاد عم فهم شبه بعض قوي، لكن تقول لك لا اصل انا جدي يبقى ابن عم جدي خطيبي، فده درجه القرابه تبقى ابعد. فدي اول حاجه. الحاجه الثانيه ودي مهمه جدا، هل في العيله اطفال عندهم امراض وراثيه ولا لا؟ وده صلب الموضوع. يعني ايه الكلام ده؟ تقول لك انا والله عايز اتجوز بنت خالتي، وده نفس الحاله اللي معانا النهارده، بس كان عندهم مشكله ان عندهم اكتر من طفل في العيله عنده ضمور في المخ وعنده تاخر ذهني. حد تاني يقول لك والله انا عايز اتجوز قريبتي بس انا عندي اكتر من حد من العيله طفل في العيله عنده ضمور في العضلات، او انا عندي في ستات في العيله بتوجد اكتر من مره، او عندي ستات في العيله بتخلف اطفال مشوهه وعندها عيوب خلقيه. الخلاصه ان في العيله في تاريخ مرضي سيء، يعني في تاريخ لامراض وراثيه موجوده في العيله. في الحاله دي ما تتجوزش قريبتك غير لما تطمن عليك وعليه. طيب لو انتوا ما عندكمش تاريخ مرضي، يعني ايه ما عندناش تاريخ مرضي؟ يعني والله تقول والله يا فندم لا انا وخطيبتي والعيله كلها عندها، ما فيش اطفال عندهم عيوب خلقيه، ما فيش اطفال عندهم ضمور في المخ، ما فيش اطفال عندهم تضخم في الكبد، ما فيش اطفال عندهم ضمور عضلات، احنا عندنا العيله بالبلد كده العيله عندنا نظيفه، العيله نظيفه عندنا ما فيش عندها اي مشاكل وراثيه. في الحاله دي عشان تتجوز قريبتك هيبقى الموضوع اختياري بالنسبه لك، يا اما تعمل تحليل يا اما تعملش تحليل. طيب ايه التحليل اللي المفروض تتعمل وايه التحليل اللي عملها الشاب والفتاه دول عشان يطمنوا على نفسهم؟ منتشر خالص بين الناس يقول لك فحوصات قبل الجواز، بيروحوا اي مستشفى ويعملوا تحاليل صوره دم وحاجات عاديه يقول لك احنا خلاص عملنا الفحوصات قبل الجواز. لا للاسف دي مش فحوصات قبل الجواز ولا حاجه، فحوصات قبل الجواز هي فحوصات جينيه. يعني ايه؟ احنا بنطمن على الجينات الوراثيه اللي عندك وعند خطيبتك. فبنعمل ايه؟ بنعمل تحليل جينات وراثيه ليك ولخطيبتك. في الحاله دي احنا طلعنا ايه؟ احنا عندنا اكتر من خيارات ممكن تطلع، ممكن تطلع عند خطيبتك سلام 100% ما عندكمش اي مشاكل وراثيه. في الحاله دي بيقول لك انت وخطيبتك لو طلعت انت وخطيبتك التحليل بتاعكم سليم 100% انتوا ما عندكمش اي مشاكل، تقدروا تخلفوا كيفما تشاءوا وربنا يبارك لكم ويرزقكم الذريه الصالحه. ده اول احتمال. الاحتمال الثاني ان تطلع انت وخطيبتك عندكم مشاكل وراثيه، ركزوا في ده قوي بالله عليكم، انت وخطيبتك اللي هي قريبتك عندكم مشاكل وراثيه. لو المشاكل دي اكتر من مشكله ونسبه تكرارها في كل حمله عاليه، في اللحظه دي هنقول لك لا معلش فكر تاني قبل ما تتجوز. لكن لو مشاكل دي مشكله واحده عندك ومشكله واحده عند خطيبتك متشابهين مع بعض، فنسبه تكرار المشكله هتبقى 25% في كل حمل. هنقول لك خد بالك بس احنا في كل حمله هتحمله منك خطيبتك او هتبقى مراتك وقتها هنعمل تحليل للجنين عشان نطمن ان ما عندوش مشكله عندكم عشان ربنا يكرمكم باطفال سليم. تمام كده؟ يبقى انت عندك اول احتمال طلع انت وخطيبتك سلام، خلاص كده براءه، طلعت انتوا الاثنين مصابين على حسب درجه الاصابه نقول لك تتجوز ولا لا. الاحتمال الثالث بقى وده من كرم ربنا عليكم، ايه بقى؟ بيبقى ايه؟ بيبقى حد فيكم سليم والتاني حامل لبعض الامراض. يعني ايه الكلام ده؟ يعني
مثلا انت كراجل طلعت سليم 100%، ما عندكش تحليلك، وده اللي حصل في الحاله بتاعتنا ان الراجل طلع سليم 100%، ما فيش اي مشكله فيه. لكن البنت اللي هي خطيبته طلعت حامله لطفره وراثيه، بس الطفره الوراثيه دي عشان تظهر عند الاطفال لازم قصادها يبقى جوزها حامل. يعني ايه حامل المرض؟ يعني هو جواه في مشكله بس مظهر عليه الاعراض، فعشان تظهر عليه الاعراض لازم او تورث الاعراض للطفل بتاعها لازم يبقى جوزها عنده نفس المشكله. في الحاله دي قلنا لهم مفيش اي مشاكل، تقدروا تتجوزوا براحتكم، والمشكله اللي عند خطيبتك مش هتتنقل للاطفال. يبقى إيه زي ما شفتوا كده، هي قصه مش انت تروح تعمل تحليل ابدا، القصه انت تعمل تحليل وبعد التحليل نقيم لك التحليل تقييم سليم في عياده الوراثه. يبقى عشان نلم الموضوع هنعمل ايه؟ رقم واحد، نحدد درجة القرابة بينك وبين خطيبتك. رقم اتنين، نشوف هل في تاريخ مرضي في العيلة لأي أمراض وراثية ولا لا. رقم تلاتة، نعمل تحليل جينات وراثية ليك ولخطيبتك، وعلى حسب نتيجة تحليل الجينات اللي هي ممكن تطلع أكتر من نتيجة نحدد نسبة حدوث أساسا أي أمراض وراثية في الحمل، ونسبة تكرارها في كل حمل قد إيه، وهل ينفع تتجوزه ولا لا. إذا كنت عايز إجابة سليمة يبقى لازم تروح للمكان السليم وهو عيادة الوراثة. في النهاية أي اتنين مقبلين على الجواز سواء اقارب او مش اقارب وعايزين يطمنوا على نفسهم تقدروا تشرفونا في اي وقت، نقدر نوجهكم بطريقه سليمه، ونقدر نعمل لكم تحليل وراثه المناسبه لحالتكم، ونقدر نساعدكم في كل الحاجات اللي احنا قلنا عليها النهارده. اذا ينفع تخلفوا اطفال سليمه، نسبه الاطفال دي قد ايه، وينفع اساسا تتجوزوا ولا لا. لان في النهايه هدف الجواز هي الحياه السعيده. اكيد عمر الحياه ما تبقى سعيده لو عندك طفل واثنين وثلاثه مصابين بامراض وراثيه. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى سهل لنا العلم عشان نقدر نساعدكم ناخد بالاسباب. اولا نرزقكم شريك الحياه اللي يسعد ايامكم ويرزقكم بالذريه الصالحه، وانتظرونا ان شاء الله في حلقه جديده من برنامجكم قصه وحكايه، ونشوفكم على خير. السلام عليكم.